سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ازيكم يا رجاله؟ عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم مستر احمد ومعاه شويه عمالقه في لعبه بلاير انونز باتل جراوند. احمد ارناين بس يا حبيبي احمد ارناين والعملاق مستر عبقر اللي هو كان بيتكلم دلوقتي وقاطعني من شويه. حيوا الجماهير يا جدعان. عم جماهير مين يا عم؟ عارف بيتفرج عليك اصلا. Hello darkness my old friend. انا معدي 1400 مشترك، خلي بالك. تتكلم مع واحد تقيل. مين القائد؟ تبقى للتشيكن فراخ. هننزل على الماليطة؟ لا انا هنزل هنا. يلا هنزل في العمق. لا انا هنزل هنا. طب علامة واحدة يا جدعان، خلينا ننزل في الصف. الستارتر باك اللي انا لقيتها دي. لقيت بندقية تانية. بيستول؟ اوه شنطة ليفل 2. في شنطتين ليفل 2 عندي. سيب لي واحدة. لو اديتها الارنان انت حر. اوعى تخسرها فيا. واحد 1080 تديها الارنان لي. شكرا. اسفن. جبت واحد. على جميع اوضاعك. ده الام 16 اهو. دليل حضرتك. اهو. بتضرب. منين؟ انا مش عارف. انا سامع طلق. وبفلانك. انا ضربت. خدت طلقتين. انا فاضي حرج جدا يا جدعان. شفت. انا ضربت طلقه بالسنايبر. انا وقعت. جالك. انا وقعت على الهلمت. حلو، بص من عندي مش شايف حد. طب انا هجيلكوا يا جدعان. وانا وقعت. في واحد جنب المبنى. اللي معانا ده غبي بغباء رهيب. وضف. سيبوني انا. لا سيبوني القائد بقى يا جدعان. تنزلوا سيف. ارجوك سيبوني القائد بقى مره. شطب استوديو. بسم الله الرحمن. شطر يخرب عقلك يا جدع والله. من وانا اقول يا رب ده انجليزي دي يا مرسي. لا مال ده يا مرسي. هيومي. خلاص بقى ننزل هنا. يلا هنا. يلا معلش يا اسطى. انا قائد. انزل كلها على الحته دي. ازاي مش فاهم حلاوت ايه؟ عادي يا اسطى عادي، ما تثق فيا. ام 416. لا فاكر احنا ممكن نعيد الجيم دي في كل سهوله يعني، عشان انا ممكن اموت دلوقتي. ارناين معاك حاجه؟ ارناين وقعت. اتنين جولي. يلا نطلع وندخل تاني. ايه يا عب انت يا عب؟ يا عب انت جننت في ايه؟ ايه يلا اطلع. ايه يا عب؟ ولع. ايه ده؟ ازاي يا جدعان؟ ايه بتاع الشوت جن ده؟ ايه يا عب كرمالك؟ انت نسيت انا مين ياد ولا ايه؟ استنى انا هموت. فردة. الله لا موتك زول يا كلب. تضرب عليها نار. ليف قبل ما يقتلك. لا خليته يقتلك. والله لا موتك. واحد اتنين هوبا. اوكي لقيت بيستول. لقيت بندقية. ام 416 هلمت ليفل 2. طب ايه يا جدعان؟ نيت الناس بعد. يلا هنمشي العلامه الزرقاء اللي انا حطيتها. يلا بينا. ارناني عبكر مش مصدق ان ريد زون بتموت. على فكره انا ما اتضربتش. انا ولا مره في حياتي اتضربت منها. انا مت منها. لا انت مش على وضعك. استنى مميز. في حاجه اسمها انت مش مفيش رهبه عندك زينا كده. فاكر؟ ايه ده؟ في ايه؟ بجرب. جرب. بس مش هتموتك. انا راجل غلبان معيش حاجه هيديها. انا هنديك. قصدك ايه يا اسطى؟ انا هيلك يا اخي. طب تمام اوكي. اذا كان كده ماشي. هات يلا بين كيلر يلا. مولاي يا مولاي. ايه في الله. مين بيضرب؟ في واحد ورانا احمد اسمه ايه؟ اسمه مستر احمد. ايه ده؟ لا بلاش هزار. يلا خلاص. عايز بين كيلرز؟ تعال. مش عايزين نخسر. هبقى عشان ممكن يكون في ناس في البيوت دي. احتمال كبير. في صوت فوق. الباب ده مفتوح. صوت فوق؟ ايه؟ يا كفايه هزار. كفايه هزار. دمك بقى تقيل. اللي البيوت دي كلها متاخده كده. خلاص يلا نمشي. يلا نمشي. احنا بص احنا رايحين للنص. فوق الجبل. احنا نقف كده فوق الجبل. ناخد كده. نقف عند كام شجره على الشمال. بدرب علينا. في حد في التاور. الباب مفتوح. باب التاور اللي ده مفتوح. في حد في التاور اللي قدامنا. مفيش حد جواه هنا تحت. طيب في حد في التاور اللي قدامنا ده. مش التاور اللي انا فيه ده متامن على فكره. هم كده. لا السلاح ده هينفع على فشخ على فكره.
اللي هو اللي بيطلع بس دروب كده. اخ ضربت طلقه. ايوه بقول لك هيشوفونا. اوكي عارفين. انا جت فكره، تعالوا معايا تعالوا معايا تعالوا معايا تعالوا معايا بسرعه بس. يلا نجيب العربيه دي، احنا على طرف السيف زون. في عربيه، في ثلاثة جايين، في ثلاثة جايين يا عبكر عبكر. 240 شفتهم. واحد وقع. لا هو وطى. واحد وقع والله جبت. انا محتاج طلق خمسة بسرعة يا اسطى. خلص من معايا كله. اذا عبكر كان موجود. عربية عبكر. ايه في ثلاثة قدامنا على اس دبليو بالظبط، الشجرة اللي على اس دبليو بالظبط. بيتحركوا علينا بيتحركوا علينا بيتحركوا علينا. طيب طلقة في واحد. شفت شفت بينزل دم. وقعت واحد. عاش. اه ما هو وقع بره خلاص. ثانية ثانية لما عم متكت انا. ثانية هم هيجونا هيجونا استنى. ثانية بقى عم متكت ثانية. الوقت عدى كتير قوي انهم يكونوا لسه عايشين. نركز على اللي في التاور اللي كانوا هناك من ساعتها. يلا يلا. خشوا خلاص. خش في عربية. بين كده لو لقيت سنايبر 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 خد 16 واحد وي كان دو ات. اه انا ضربت خدت طلقه خدت طلقه خدت طلقه شت خدت طلقه اثنين. رافاي رافاي رافاي. انا هموت انا هموت انا هموت انا هموت هموت شت. اه وقعت. انا موت انا موت انا موت. طب يا رجاله لغايه هنا يكون الفيديو خلص، يا رب الفيديو يكون عجبكم. اي نعم احنا ما كلناش فراخ المره دي، بس المره الجايه ان شاء الله اوعدكم هناكل فراخ. كان معايا مستر عبقر واحمد ارناين. في لينكات تحت في الديسكريبشن يا جدعان، ما تنسوش تبصوا عليها، ما تنسوش تخشوا صفحة الفيسبوك بتاعتي وترموا لايك لذيذ كده، ما تنسوش تخشوا الديسكورد سيرفر بتاعي تنوروني لو عايزين تكلموني كده مايك او كده يعني. وفي لينك للدونيشن لو عايز تساعد القناة ماديا، شكرا جدا ليك. ولا لقاء اخر ان شاء الله. كان معكم مستر احمد، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.